أهلا وسهلا فيك علي، بنحب نرحب فيك وشكرا لوقتك ما سمحت لنا نعمل هاي المقابلة. يعني كان بودنا تكون مقابلة أكثر فيزيكال، بس بحكم الظروف وكورونا اضطرينا تكون أونلاين. بحب نرحب فيك. شكرا شكرا كثير، شرف لي كبير يعني اكون معك كل يوم الصبح، وطبعا الظروف علينا كلياتنا. طبعا حابب أبدأ أحكي معك أول إشي عن آخر فيلم صورته في الأردن، كان فيلم إستوني للومن. تقدر تحكي لنا أكثر عن الفيلم؟ إيش سبب اللي لك توافق تأخذ هذا الدور أو سبب اختيارك لهذا الدور؟ هو صراحة المخرج الأستوني كاتري، يعني من إحنا نعرف بعض من كتير وقت، وعملنا مع بعض فيلم من 8 سنين، ومن 8 سنين وهي تحكي لي عن هاي الفكرة تبعت الفيلم، ففيلم شخصي لإلها نوعا ما، اللي تجربة شخصية. فمن هداك الوقت وهي كانت تحكي لي عن الأفكار اللي في ذهنها، وقديش حابة تعمل الفيلم، عن تجربتها في سيناء كمتجولة جاي من الغرب اللي تستكشف كأنه الأماكن تبعتنا في الشرق الأوسط، ومنها كانت سيناء. فكان في عندها تجربة فريدة من نوعها يعني في هذاك الوقت، وكتير حبيت الفكرة تبعتها والمغامرة اللي خاضتها لوحدها كصبية اللي جاي من الغرب لتستكشف هذا المكان، وكل المغامرات اللي عاشتها. فبالنسبة لي كممثل إني أكون في هذا الفيلم، كان خاصة إنه قصة حب تجمع بين شخصيتين، واحد من الشرق واحد من الغرب، في عالمين مختلفين مع مكان رائع. يعني أنا في وادي رم صورنا، قديش أنا باجي على الأردن وقديش أنا مرتبط في هذا المكان اللي هو بعتبره بيتي الثاني. للأسف أول مرة بروح على وادي رم، للأسف. وكمان كنت من ناحية تانية كنت كتير محظوظ إني يعني طلعت لي هاي الفرصة بعد الكوفيد، والحجر اللي في البيت كان في عنا، ففجأة أطلع من هذا الحجر لمكان على الشكل، فكان بليسينج نوعا ما، لأنه المكان جدا رائع. يعني الطبيعة اللي موجودة هناك، يعني أكيد إحنا جدا محظوظين بوجود وادي رم، يعني هي مكان جدا استثنائي نسبة إلي أنا كمان. بالفعل بالحديث عن الجائحة والحجر، تصوير الفيلم برضو خلال فترة الجائحة، كان واجهته صعوبة بالتصوير خلال فترة الجائحة؟ هو طلع كل تصوير فيه صعوبات، بس بالعكس يعني باعتقادي كان التيم الأردني وخاصة بقيادة المنتجة العظيمة الصديقة رولا ناصر طبعا، وباعتقادي كانوا سوبر بروفيشنال، ومش معقول قديش التطور اللي عم بيصير في انه هاي كومبلمنت عن جد، بكل صدق بحكيها لكل التيم الأردني اللي بيشتغلوا على أرض الواقع في الأردن، مع كل البرودكشنز اللي بتيجي من كل أنحاء البلاد. فبتشوف إنه عن جد في كور اللي هو جدا مهني لأقصى الحدود، وخاصة إنه إحنا كنا في وادي رم، يعني موجودين في كامب اللي هو إحنا لحالنا نوعا ما، ما كان في حدا تاني معنا. فكان في نوع من أنواع اللي يعني كنا في بابل، اللي إيش بيصير معنا بيصير معنا على الكل. وكان في كمان نوع من الفحص، اللي هو كل أسبوع نعمل فحص ونطمن. غير عن هيك يعني ما كان في، باعتقادي هي كانت جمالية إنك أنت تعيش تجربة الصحراء وتطلع كل يوم كأنك طالع على مغامرة جديدة، فما بعتبرها صعوبة، هي كانت مغامرة. يمكن خلقت جو من الألفة أكثر وخلص. بالضبط بالضبط. إذا بتسمح لي أروح لسؤالي الثاني، هو عن فيلم 200 متر لأمين نايفة. الفيلم هذا أنت ربحت جائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة السينمائي، وإن شاء الله الفيلم يعني في احتمالية يترشح للأوسكار. وفي أنطاليا على فكرة، في مهرجان أنطاليا.
نعم صحيح. قبل الكورونا صح. إيش كانت التحديات اللي واجهتها بتصوير الفيلم هذا بالتحديد؟ هو طلع الفيلم كان مكتوب جميل جدا، هو للفيلم للمخرج اللي أول فيلم لإله، أول فيلم طويل لأمين نايفي اللي هو مخرج باعتقادي يعني بعد التجربة واللي خطها معاه، هو مخرج موهوب جدا وعنده كمان موهبة في كتابة النص، فباعتقادي كان البروجكت على الورق كيف كان مكتوب، كان مكتوب جميل جدا مع كل التحديات اللي موجودة لكل الشخصيات اللي موجودة، بالأخص يعني شخصية مصطفى. التحديات كانت انه احنا عم نشتغل على فيلم اللي هو لو بجت، كتير لو بجت، وبدنا نعمل هاي كواليتي فيلم، وعندنا كان لوكيشنز كتير، فيعني somehow انه الفيلم هو رود موفي، فهذا كتير صعب للو بجت فيلم. ومع كل التحديات طبعا مي عودي كمنتجي اللي كانت هي الحاضنة للفيلم، انا دائما بقول انه الافلام المنيحة اذا بدها تكون منيحة بهاي كواليتي لازم يكون عندك منتج داعم وشاطر، فهذا كتير بيضيف للإنتاج وللفيلم. فباعتقادي الفيلم على الورق كان مكتوب جيد جدا مع كل طبعا أنا وأمين اشتغلنا كتير قبل ما نفوت على التصوير، اشتغلنا أنا وياته على النص على كل مشهد، في مشاهد اللي أعدنا صياغتها، في ديالوج اللي أعدنا كمان صياغته حتى ما يكون في نوع من أنواع الشعراتية، لأنه كنا بدنا الإشي يطلع سنسير من محل صادق، من محل وجع، خاصة إنه القصة هي قصة جاي من مكان اللي هو واقع وعم نعيشه إحنا، وفي كتير عائلات اللي هي تشتتت وأبعدت عن بعض بسبب الجدار الفاصل العنصري اللي هو بعد عائلات عن بعض، بعد أحباب عن بعض. يعني على سبيل المثال القصة مستوحاة من إشي شخصي لأمين اللي عائلته بعيدة عنه، هو موجود في طول كرم وعائلته موجودة في وادي عارة، فجأة لما صار الجدار ما كان في عندهم أي إمكانية إنه يزوروا بعض أو يكونوا مع بعض. فباعتقادي يعني مع كل الصعوبات إنه الفيلم كان لو بجت قدرنا نتخطى كل هاي الصعوبات، ولأنه كان في عنا إشي اللي هو درايف تبعنا لحتى نعمل، كان في قصة اللي هي جدير بأنك أنت تشتغل وتضحي أنك تطلع في هذا في هاي القصة للآخر، أو إنها يعني كتير مهم كان إنه هاي القصة تنحكى بأفضل شكل. لا هي أكيد بيكون شك، يعني قصة الفيلم كتير مهمة وكتير مؤثرة يعني بشكل كبير وحاكي الواقع زي ما حكيت. فيلم Paradise Now كان أحد الأفلام اللي ترشحت للمرحلة النهائية في جوائز الأوسكار. مزبوط. إيش بيعني لك ترشحه لجائزة زي هيك؟ هو هذا الفيلم بالذات يعني بالنسبة لإلي له مكانة خاصة عندي، لأنه باعتقادي أنا من هناك انطلقت للسينما، يعني هناك عملت تويست من المسرح للسينما، فبالنسبة إلي كان جدا خاص هذا الفيلم، وحتى كمان خلال تصويره كان شيء خاص. وصراحة يعني كان متوقع أنه الفيلم رح يعمل ضجة في كل العالم، بس ما توقعنا هاي الضجة وهذا النجاح اللي قدر يوصل تقريبا، انتشر في كل العالم وكان في كل المهرجانات تقريبا في العالم. هو افتتح في مهرجان برلين ومن هناك طار للجولدن جلوب، انه اخذ الجولدن جلوب، وبعدين كنا مرشحين نهائيا للأوسكار. فباعتقادي كان كل
كل المسيرة تبعت النجاحات تبعت فيلم بارادايس ناو كنا متأملين أنه عن جد نأخذ الأوسكار، بس باعتقادي بحد ذاته يعني هو أنك تكون مرشح هذه جائزة، بس ما كان فيه لأنه ولا أي سبب أنه ما نأخذ الأوسكار، بس باعتقادي يعني هذا كان شعور جميل جدا لا يوصف، وحتى في 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 اللحظات اللي أنا كنت موجود في قاعة الحفل تبع توزيع الأوسكار ما كنت مستوعب قديش حجم الإشي. باعتقادي أنا بعد ما خلص الأوسكار وبعد أكم من شهر تاني استوعبت إنه هذا الشيء كان يعني وحقيقة. بهذاك الوقت ما كنا مستوعبين حجم وكبر الإشي. إن شاء الله بالأفلام القادمة يعني تصل أفلام أكثر وأكثر أفلام عربية للأوسكار وبتنال الجوائز إن شاء الله. يعني هذا فيلم 200 متر مثلا إحنا مرشحين يعني من قبل الأردن، نعم، لنرشح يعني للأوسكار، وإن شاء الله بيكمل للنهائيات. إن شاء الله بوصل للنهائيات وباخذ الجائزة إن شاء الله. إن شاء الله. هم دا روح لسؤالي الثاني بالحديث عن الأوسكار والأفلام العالمية. هلا أنت أحد الممثلين العرب القلائل اللي شاركت في أفلام كثير عالمية ومع ممثلين مخرجين كثير كبار، يعني شاركت مع ريدلي سكوت، مع هاني أبو أسعد، مثلت في كينغدوم، بيت بيرك المخرج. بس وبنفس الوقت بتمثل مع مخرجين عرب بأول فيلم طويل لهم ومرات فيلم قصير. شو اللي بيدفعك لتختار الدور؟ طلع الصعيد المحلي هو كتير مهم، كتير مهم إلي، لأنه أنا طبعا أنا انطلقت للعالمية من المحلي، ما جيت من القمر يعني رحت على أمريكا وصرت أخذ أدوار. فباعتقادي أول شيء الرأي لازم تكمل، ولما في عندك فيلم ميكرز اللي هن جدان وفي عند الموهبة، أنا كتير مهم لإلي إنه هاي الموهبة تطلع. يعني زي ما أنا كنت عم بدور على دور لإلي أو حتى دعم اللي من الأجيال اللي سبقتني، فأكيد هم عم بدوروا على دعم لحتى يقدروا يورجوا الموهبة تبعتهم. فأنا بالنسبة لإلي لما بشوف موهبة خاصة اللي عندها عن جد كل الميزات إنها تكون فيلم ميكر ناجحة، فهذا كتير مهم لإلنا كعربياً وكمان بالذات فلسطينياً، يعني لأنه باعتقادي اليوم كتير مهم فلسطينياً، هي على سبيل الفلسطيني فلسطينياً، إنه النراتيف الفلسطيني إنه إحنا اللي نكتبه وإحنا اللي نقدر نطوره ونورجيه للآخر من دار تبعنا. فالسينما هي أكتر شيء ممكن يأثر على الآخر، إن كان دوكومنتري أو إن كان فيكشن، بس أنت الرؤية تبعتك والأفكار تبعتك أنت بتقدر تورجيها. فباعتقادي لما في شباب مع طاقات جديدة ومتميزة فدائما في عندها إشي جديد اللي تعطيه، ولازم كمان تأخذ الفرصة تبعتها. فباعتقادي كتير مهم إلي إنه أعمل محلي لحتى كمان يكون في عنا صناعة. شكرا جزيلا على وقتك علي، وعفوا إن شاء الله بنشوفك قريبا بأوضاع أحسن من الأونلاين إن شاء الله. إن شاء الله. محبتي وتحيتي للجميع. شكرا. العفو.